السلام عليكم، معكم أميمة بن عيشة، رئيسة جمعية صول لحماية الحيوانات الضالة بعين عتاق. اليوم جيت نطرح عليكم بزاف المشاكل ديال الحيوانات الضالة اللي كاينه هنا في عين عتاق. اولا المشاكل كنواجهوها في هذه المدينة هي اولا الجهل ديال الساكنة، وثانيا احنا عندنا بزاف العراقيل ومشاكل اللي لقيناها بزاف في هذه المدينة، منها الناس اللي كيقتلوا الحيوانات بالسم والناس اللي كيسحروا في الحيوانات. واول حاجة من هذا الشيء هذا هو الابادات الكيلة بالضالة. احنا كنا خدامين دابا 3 سنين قبل ما نديروا جمعية، يعني كنا خدامين بلا اوراق، والعام اللي فات دابا حنايا درنا الوراق ديال هذه الجمعيه وخدامين عليها. بالنسبه دابا حنايا فاش كنمشيو عند الجماعه وكنديروا معاهم حلول لهذه الحيوانات بالنسبه للفاكسيناسيون الكاستراسيون لي باري ديال لاغاج، ما كنتلقاو حتى شي دعم الجمعيه ديالنا، مازال ما كاين حتى شي حاجه من رئيس الجماعه لا بالنسبه للارض فاش نديروا فيها هاد الحيوانات. حنايا مازال لحد الان خدامين في الدار ديالنا، دايرين الحيوانات اللي كنلقاو اللي مضروبين اللي مهرسين اللي ولاو اونديكابي. المهم حنايا مازال خدامين، يعني ما عندناش الدعم الكافي باش نكملوا هذه الجمعيه هذه اللي بديناها. وبالنسبه حنايا فيما كنمشيو عند رئيس الجماعه ديال عين عتيق كيقول لينا ما عندناش حنايا الفلوس، مازال حنايا الله كنغطيو غير المصاريف ديال الجماعه. كيقول لينا حنا ما عندناش، كيقولنا ايه يكون خير يكون حل. ملي كنمشيو ما كنلقاو حتى شي حد تما في الجماعه اللي كيهضر معانا ولا اللي كيعطينا غير شي حاجه باش نعرفوا حتى حنايا شنو نديروا ولا فين نمشيو. مؤخرا كيهزوا الكلاب كيديهم كيقتلوهم بجميع شتى الانواع ديال الظلم، كيعطيوهم السم كيدكوا لهم لي باري، يعني حتى شي حد ما كيهضر على هاد الكلاب مساكن هاد الكلاب الضاله اللي كاينين منهم ماشي مسعورين. باش حنا غنواجهوا هاد الكلاب الضاله ماشي باش نقتلوهم، حنا دوله اسلاميه ما عندناش الحق نقتلوهم حيت هادي خلقت الله خلقت ربي اللي خلق هاد الحيوانات في الارض، ما عندناش حنا الحق نقتلوهم. الحاجه اللي نقدروا نديروا لهم ينكسطريوهم ندكلو لهم لي باري ديال لاراج. هذا هو الحلول ديال هاد الكلاب هادو. بالنسبه للماكله ديالهم حنا اللي كنتكلفوا بها، والتطبيب حنا اللي كنتكلفوا به، وحتى الجامعه ما كتعطيناش ترونسبور. شحال مره مشينا عندهم باش يعطيونا ترونسبور، ما كيعطيوناش ترونسبور. حنا اللي كنديو الحيوانات كنديوهم من المحمديه، كنديوهم من الرباط، كنديوهم. ومن هاد المنبر كنشكر واحد السيده هي اللي كتعاوننا في الدواء، هي السيده حبيبه التازي جمعية ديال الرباط، حتى هي كتعاوننا اللي هي جمعية ديال ايدن، حتى هي كتعاوننا في التطبيب. وحنايا راه زعما كنديروا اكثر من جهدنا وجهد جهدنا، ولكن ما كنوصلوا فين مع هاد الحيوانات. هاد الحيوانات خاصهم ارض وخاصهم غيفيج، وحتى الماكله راه يعني فاقت الطاقه ديالنا، يعني كنوفروا لهم داكشي اللي قادرين عليه. وهذا الشيء اللي كان معكم ماريا بن عيشة، عضو في جمعيه صول لحمايه الحيوانات الضاله. اليوم انا كنهضر بصوت الحيوانات، الحيوانات اللي ممشى في المغرب اللي مازال حد الان مازال معذبين ومازال مكرفسين. بالنسبه حنايا عندنا في الدار مشيشات مربينهم، تقريبا العدد ديالهم فاق 25 قطيطه، وعاد عندنا كليب مسكين تا هو كان وقع ليه هرس، غير كلب لقيناه في الشارع وجبناه ودرناه عندنا في المنزل ديالنا. اليوم صبحت هاد الجمعيه ديالنا جمعيه مهدده، لان الجمعيه ما عندهاش اول معده مقر فين نحطوا هاد الحيوانات، ما عندناش دعم. تقريبا هاد الجمعيه هادي شي 3 سنوات وهي خارجه بلا اوراق، واليوم حنا ملي درنا الوراق ودرنا داكشي قانونيا ما لقينا حتى شي دعم لا ماديا ولا معنويا. يعني هاد الجمعيه ديالنا جمعيه مهمشه،
هذه الجمعيه دابا كاينه في مدينه عين عتيق تماره. ملي كنمشيو عند ملي كنمشيو للجماعه باش نهضروا معاهم باش يديروا معنا شي حال باش يدعمونا على الاقل غير ماديا كيف ما كيدعموا جميع الجمعيات. هنا في عين عتيق كنلاحظوا ان جمعيه كره القدم ان جمعيه الملاعب القرب مدعمينهم ماديا واقفين معاهم في كل شيء. حنا ملي تنمشيو عندهم كنهضروا معاهم وكان ريبونس ما كيديروا معنا ما تيجاوبونا جمعيه ما مشى. مؤخرا كنا دفعنا واحد طلب لسيد الجماعه ديال عين عتيق باش انه يتواصل معنا. وهذا القرار هذا الطلب تقريبا هادي شي شهرين ما كاين حتى شي جواب. ملي تنمشيو عندهم تماك الجماعه ما كنلقاو حتى شي جواب ما كنلقاو لا عم نهضروا ما كنلقاو حتى شي جواب. مؤخرا فاش نسقنا معاهم الاجتماع قلنا بان هاد الجمعيه هادي هاد الجمعيه ماشي من ضمن الانشطه ديالنا وهي جمعيه الحيوانات. يعني هما قال لك هما كي ماشي من اختصاصهم بانهم هما جماعه فقيره ما عندهمش منين يمولونا بانهم هما جماعه ما عندهاش واحد الامكانيات. يعني فيما كنطرقوا الباب ديال اي بلاصه كتسدينا في وجهنا لا عماله لا بشويه لا جماعه لا يعني جمعيه بحال هكا ما يمكن ليهاش انها تكمل. وعدد جمعيه اول جمعيه غتكون في مدينه عين عتيق وفي تماره. هاد الجمعيه حنا خدامين فيها كشباب حنا متطوعين كنتطوعوا من مالنا الخاص ديالنا كنعطوا الوقت ديالنا تنعطوا بزاف ديال الحوايج ديالنا باش هاد الحيوانات هادو يكونوا بخير. ولكن ما تلقاوش الدعم كنلقاو مشاكل مع السكينه ديالنا حيت ما يمكنش انا باش هادو يبقاو عندنا في المنزل ديالنا. ملي كيخرجوا كيبقاو ناس كيتشكاو. واحد السيد سانديك ديال المجمع السكني ديالنا تيهز الكلاب مع واحد السيده هنايا ساكنه لا داعي باش نذكر الاسم ديالها حتى هي عندها جمعيه ديال البيئه. هي عندها جمعيه ديال البيئه ومن بعد كتهز الكلام مع داك السيد السانديك وتيجيبوا سيار ديال الجماعه وكيدوا الكلاب وتيدوهم تيقتلوهم. بلا حق نتوما غتهزوا الكلاب وغتقتلوهم بلا حق. ما نتوما جمعيه ما نتوما اطباء ما نتوما ما عندكمش الحق. فيما تيكثروا عليهم الكلاب تيهزوهم وتيدوهم تيقتلوهم. هادو الناس ديالنا. ومشينا هاد الجماعه ودرنا معهم قلنا هادشي ما خصش يكون. الا غادي الا كاين شي قرار ديال القتيله ولا كاين شي حاجه خاص يكون بالاذن ديالنا حيت حنا جمعيه ماشي تهزو نتوما الكلاب وتقتلوهم ولا تقتلوا القطط. واش غادي نقول لك حنا تقريبا دابا هاد القطط كنصرفوا عليهم حنا من مالنا الخاص كنشربوا لهم حنا الماكله ديالنا الماكله ديالهم من مالنا الخاص تنداويوهم حنا من مالنا الخاص المركوب ديالهم باش كنقلوهم من عند الطبيب عندنا حنا من مالنا الخاص. جمعيه مهمشه ما عندها لا دعم لا مادي ولا معنوي. كلشي كيهمشنا حتى حد ما كيوقف معانا لا ناس الجماعه ولا الناس ديال الجماعه عين عتيق ولا جمعيه مهمشه. وبهذه الجمعيه اليوم حنا جينا تنطالبوا تنناشدوا ان هاد القطط هادو بان هاد الحيوانات هادو خاصهم دعم لا مادي ولا معنوي وخاص المسؤولين يشوفوا معنا ويوقفوا معنا في هاد الجمعيه هادي باش يمكن ليها تكتمل وباش تكون جمعيه مزيانه. وبان بان في كيكون الحيوان في كيكون الانسان. الا وقعت شي حاجه خايبه للحيوان الانسان حتى هو غادي توقع عليه. الا كلب مرض بالسم ولا كلب جاتو لاغاج راه الانسان حتى هو غادي تقيصو. فين كاين الحيوان فين كاين الانسان. باش انا نشدو كلب ونشدو نقتلوه باش نحيدو من هنايا باش نقصو منه هذا ماشي حل. عمرها ما كانت حل باش نقتلو الحيوان. بالعكس الحيوان ربي خلقو في الدنيا وغادي كيتكاثر. حنا كنا نسقنا مع رئيس الجماعه اننا بغينا نشدو الكلاب نشدوهم نشوفو مع شي مصحه البيطره والزراعه ونشدوهم ونكستريوهم وهكا نديرو لهم واحد ماتريكول في ودنيهم ونبقاو متبعينهم ونديرو واحد الكتاب ونديرو شحال عقمنا وشحال خلينا. قال لنا اوكي صافي غادي يكون حل. مي هذيك الهضره كتبقى تعاود كلنا شاك فوا فاش كنمشيو عندهم شي قلنا غيكون خير ان شاء الله. هاد الخير هذا ما عمرو كان وما كيستقبلوناش وحنا هنا في مدينه عين عتيق ما مشينا. معكم ايمن بن عيشه جمعيه الحيوانات. وحنايا راه خوت كنتهلاو في القرار القطوط ومن 3 سنين هذه وحنايا مربي القطوط وما عندناش الدعم وما عندنا حتى شي حاجه وتلقاو المشاكل بزاف مع السكينه.
كاين اللي تيقتلهم، كاين اللي تيعطيهم السام، كاين اللي تيعيط على الجماعه تجي ديهم تحيدهم من هنايا. وشحال من اخر مره لقيت واحد القطيطه مسكينه عاطينا السم في الحليب، حيت قال لك راه كتزواج وكتولد القطوط بزاف، وجبتها للدار اخر مره وديت ليها الليبرا وديتها عند حبيبه تازي، ومسكينه هي ديك السيده كتعاني معنا وكتعاوننا وكتساندنا بزاف د الحوايج، وجبتها مسكينه للدار بقات معنا شي سيمانه وهي تموت وتعذبات بزاف. وحنايا معذبين مع هاد القطوط بزاف، حيت كنلقاو بزاف المشاكل معاهم، ومساكن شي مرضوا وكنشريو لهم الدواء من مالنا الخاص والكروكيط. كل شهر كناخذوا لهم جوج خنشات 20 كيلو ديال الكروكيط، يعني ما عندنا لا داعم لا حتى شي حاجه، وخصهم يشوفوا من الجهه ديالنا، وحنا راه خوت وخصهم يعاونونا. وهذا الشيء كاين، الشرطه خصها هي دير تشوف بحال هكا، تاهي تخرج تشوف اي واحد تيقتل الحيوانات تعتقلو، حيت هذاك الحيوان راه بكما، راه بكما بزاف، راه ما خصكش تقتلو. كاين سيدي كيبقاو فينا مزيانين، وهاد الناس الله يسخر لهم كيتهلاو فيهم، ولكن الجيران ما مزيانينش كيضربوهم، كيبقاو يجريو عليهم، يبقاو يرميو عليهم من الماء، يبقاو يجريو عليهم. وهاد الناس الله يكثر خيرهم، معاملين معاهم مزيان، والله يسخر فيهم. ولكن ماشي مزيان سيدي، الحيوانات راهم بكم ديال الله، الواحد يتهلا فيهم ويرضيهم، حيت الله سبحانه راضينا حنا، حتى الحيوان راه راضي عليه، خص بنادم يدير بحسابه. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.